السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بالتلميذ الثاني بكالوريا. في هذه السيونس إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوف فيها اكزرسيس دي نومبر كومبلكس اكسترا من اكزامان 2019 سيسيون نورمال. لا بروميير كيسيون دونك كيما العادة عندنا اون ايكواسيون دو دوزيام دوغري دونك والاسكالير ديالها عندنا ابارتيان الار دونك ا عندي هي 1 بي عندي هي موان 2 و سي عندي هي 4 دونك راهم ابارتيان الار. اذا الى حسبنا هذا التوقينا نيجاتيف راه غادي يكونوا عندنا تكون عندنا لا سوليسيون ادمي دو نومبر كومبلكس كونجوغي. بالنسبه للدوزيام كيسيون دونك غادي نخدموا في لو بلان كومبلكس رابورتي ان ريبير اوتونومي ديريكت او يو في. عندنا لي بوين ا بي اي سي اي دي دي زافيكس ريسبكتيف دونك عندنا لي زافيكس ريسبكتيف لي هما هادو. في لا بروميير كيسيون عندنا قالك فيريفي كو ا موان دي est égal moins racine de 3 facteur c moins d. من بعد طلبوا منا نديرو كو لي بوين A و C و D راهم aligné دونك غادي نجبدوها من هاد لا كيسيون parce que les divisités A moins D sur C moins D غادي نلقاوها هي moins racine de 3 و moins racine de 3 appartient à R donc les points راهم aligné. بالنسبة للتروازيام كيسيون دونك عندنا روتاسيون و لي لو سونتر ديالها هو O و لارغيمون ديالها عندنا هو موان بي سور 3. اذا لا كيسيون الاولى خصنا نكتبو زد اون فونكسيون زد بريم اون فونكسيون دو زد و خصنا نلقاو زد بريم ايتيغال ان دومي ا فوا زد. من بعد غادي نهضرو على لو بوين اش هو ليماج دو بوين بي باغ لا روتاسيون ار دونك بيتي اش هو لا فيكس ديال لو بوين اش و عندنا بي لو بوين دافيكس بي ايتيغال A moins C. Donc la question est maintenant, elle vérifie que H est égal I fois P. Pour la dernière question, on va déduire la nature de le triangle OHP. Donc, on va dire le rectangle et isocèle. Donc, on va dire maintenant. Parce que le divisité H et le P, on va dire le rectangle et I. Et on va dire la première question, on va dire l'équation deuxième degré. دونك بالنسبه ليكواسيون ان شاء الله غادي نبروبوزي دو سوليسيون. لا سوليسيون الاولى هي غادي نحسبو ديسكريمينون دلتا دونك هادي هي لا ميثود ديريكت. اذا عندي دلتا هي بي كاري موان 4 ا سي هنا بي عندي هي موان 2 و ا عندي و سي عندي هي 4 وبالنسبه ل ا عندي هي 1. اذا لي كوفيسيون عندي ريال دونك بي كاري اذا موان 2 موان 2 و كاري موان 4 ا سي دونك موان 4 فوا ا لي هي 1 و سي لي هي 4. اذا دلتا دونك 2 كاري لي هي 4. اذا انا غتبقى عندي 4 موان 16 واللي غتعطينا هي موان 12 موان 12 دونك غادي نقدروا نكتبوها هي راسين دو 12 اي او كاري دونك هي راسين دو 12 اي او كاري. وبالنسبه للراسين دو 12 دونك 12 عندي هي 3 فوا 4 3 فوا 4 وهنا غادي نقدر نخرج هاد 4 على برا دونك كتبقى لي هي 2 راسين دو 3 باسكو 4 هي 2 او كاري. اذا هنا دلتا دلتا غادي تبقى لنا هي 2 راسين دو 3 فوا اي لو تو كاري دونك هادي بالنسبه للدلتا. اذا هنا كنلاحظوا بان لقينا هي موان 12 اذا دلتا انا راه نيجاتيف دونك عندنا لي سكالير ا بي سي عندي دي نومبر ريال دونك هنا غادي نلقاو جوج ديال لي سوليسيون كومبلكس غادي يكونوا كونجوغي. اذا زد 1 دونك غادي ناخذوا زد 1 و زد 2 دونك زد 1 هي موان بي بلوس راسين ديال دلتا. اذا بي عندي هي موان 2 دونك موان بي غادي تكون هي بي عندي هي موان 2 اذا موان بي غادي تكون هي 2 بلوس لا راسين ديال دلتا دونك بلوس 2 راسين دو 3 فوا اي كلشي ديفيزي سور 2 ا عندنا هي 1 اذا 2 ا غادي تكون هي 2 دونك 2 فوا ا. بالنسبه لزد زد 2 غادي يكون هو لو كونجوغي ديال زد 1
دونك هي زد ان بار. ونفس الشيء غادي تكون هي 2، وهنا غتكون عندي موان راسين دو دلتا، دونك موان 2 راسين دو 3 فوا اي سور 2 زان. عندي هي 1، دونك 2 زان غتكون عندي هي 2. اذا هنا غادي نسامبليفي، دونك 2 سور 2 غتبقى عندي هي 2 بلوس، وهنا غادي نسامبليفي ب 2، دونك غتبقى ليا هنا راسين دو 3، راسين دو 3 فوا اي. هنا عاوتاني 2 سور 2، عفوا هنا دونك 2 سور 2 سي 1 بلوس، هنا غادي نسامبليفي ب 2، دونك غتبقى لنا راسين دو 3 فوا اي. اذا حتى هنا غادي نسامبليفي 2، دونك غتبقى عندي 1 موان راسين دو 3 فوا اي. دونك هادو هما لي سوليسيون. اذا لونسومبل دو سوليسيون اس ايغال، اذا عندنا دو نومبر كومبلكس، وكما كنلاحظوا راهم دو نومبر كومبلكس كونجوغي، اللي هو 1 بلس راسين دو 3 فوا اي، 1 بلس راسين دو 3 فوا اي. والدوزيام نومبر كومبلكس عندي هو 1 موان راسين دو 3 فوا اي. فوالا هادو هما لي سوليسيون ديالنا. دونك هادي لا ميثود الاولى. نقدروا نخدموا في الميثود الثانيه، دونك غادي نخدموا ايدونتيتي ريماركابل دا نشوفوها. دونك هذه بحال كتقلب على لا فورم كانونيك. اذا زد، دونك ليكواسيون عندي هي زد او كاري موان 2 زد بلس 4. اذا هنا غادي نبينوا ايدونتيتي ريماركابل. غادي نحاول نكمل ايدونتيتي ريماركابل هنا. دونك هذه راه ديبي ايدونتيتي ريماركابل لي زد او كاري موان 2 زد خاصنا غير بلس 1، دونك غادي نكملو ايدونتيتي ماركاب. اذا هاد الكات هادي غادي نفرقها، دونك غتبقى عندي هي زد او كاري موان 2 زد، هنا غتبقى لي بلس 1 بلس 3 تيكال 0. دونك هنا بانت ايدونتيتي ماركاب، اذا هادي راه ايدونتيتي ماركاب زد او كاري زد او كاري موان 2 زد بلس 1 لي هي زد زد موان زان لو تو او كاري، دونك زد موان زان لو تو او كاري. وبالنسبه لهاد 3 غادي نديوها للطرف الاخر، غتولي عندي هنا موان 3 فوالا. اذا هنا غتبقى عندي زد موان زان او كاري، وبالنسبه ل موان 3 غادي نكتبها سو فورم ديال اون فونكسيون دو اي. دونك غتكون هي الراسين دو 3، الراسين دو 3 فوا اي لو تو او كاري. اذا هنا غادي نتعاملوا معها. اذا دونك هاد لو نومبر كومبلكس، اذا زد موان زان، زد موان زان غادي تكون كتساوي لنا هي راسين دو 3 فوا اي، او لا لو كات الثاني غتكون عندي زد موان زان ايتيغال موان راسين دو 3 فوا اي. دونك زد موان زان ايتيغال موان راسين دو 3 فوا اي، وهنا عندي لو او. أولا نقدر نكتب زد 1 و زد 2، إما ندير هنا أو، أولا هنا نسمي السوليسيون الأولى هادي زد 1 موان زان إتيكال راسين 3 إي، وهنا زد 2 موان زان إتيكال موان راسين 3 فوا إي. دونك هنا لقينا لي سوليسيون. إذا غتكون عندك زد 1، إذا زد 1 ايغال، دونك هاد موان زان غادي نديو للطرف الاخر غتولي عندي بلس 1. اذا زد 1 غادي تكون كتساوي لنا هي راسين دو 3 اي بلس 1، والسوليسيون الثانيه غتكون زد 1 ايغال نفس الشيء موان زان نديو للطرف الاخر غيكون هو 1 موان راسين دو 3 فوا اي. اذا فوالا، دونك غادي نقاد هنا ندير 1 بلس باش دونك 1 بلس راسين 3 فوا اي. اذا نفس الشيء لي سوليسيون كيما لقينا في الميثود الاولى. دونك لي سوليسيون اس، دونك راهم كونجوغي دو نومبر كومبلكس كونجوغي. زد 1 عندي هو 1 بلس اي 1 بلس راسين 3 اي. بالنسبه للدوزيام سوليسيون هو لو نومبر كومبلكس كونجوغي اللي هو 1 موان راسين 3 فوا اي. دونك هادي هي لونسومبل دو سوليسيون. دونك شفناها
deux méthodes différentes. Et donc, je vous pose deuxième question. Donc, بالنسبة à la deuxième question, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct, OUV, on considère les points A, B, C et D des affixes respectifs, donc on dit A ou B ou C et D. المطلوب مننا هو نبين بأن A موان D est égal moins racine de 3 facteur C موان D. إذا هنا غادي نبدا نحسب A موان D ونشوف شنو غادي تعطيني. دونك إذا غادي نحسبو كالكول ديريكت A موان D. دونك A موان D بالنسبة لنا A هي 1 موان I racine de 3 دونك غادي نرومبلاسيها. إذا 1 موان I racine de 3 موان دي بالنسبة لنا دي عندي هي موان دو بلوس دو راسين دو تروا دونك مني غندير موان دي دونك خصني نشونجي لو سين إذا هنا غتبقى عندي بلوس دو بلوس دو موان دو راسين دو تروا إذا نكمل أ موان دي إيكال إذا هنا عندي أن بلوس دو دونك غتعطيني تروا دونك تروا وهنا عندي موان دو راسين دو تروا موان دو راسين دو تروا وهنا موان اي راسين دو تروا اذا انا كملاحظة انا خاصني نوصل لهاد لا كونتيتي هادي دونك هنا نفاكتوريزي بهاد ناقص جذر 3 نفاكتوريزي بها باش داك الصرف اللي غادي يبقى ليا يبقى هو سي موان دي ديك الساعه غادي نحسب سي موان دي بوحدها وغنوصل للريزولتا اللي مطلوبه مني اذا هنا غادي نفاكتوريزي موان راسين دو تروا دونك كتبقى عندي أ موان دي إيكال وغادي ناخد موان راسين دو تروا كون فاكتور دونك موان راسين دو تروا فاكتور إذا هنا عملت بناقص جذر 3 هنا عندي 3 دونك فاش غنضرب ناقص جذر 3 باش تعطيني 3 دونك هي ناقص جذر 3 باش ناقص مع ناقص ناقص في ناقص هي زائد وجذر 3 في جذر 3 هي 3 وهنا غادي نفاكتوريزي عاوتاني بموان راسين دو تروا دونك هنا غتبقى عندي بلوس دو موان راسين دو تروا فوا دو دونك غتبقى عندي موان دو راسين دو تروا وهنا غتبقى عندي بلوس اي بلوس اي وغادي نسد البارونتيز دونك هنا انا فاكتوريزيت موان راسين دو تروا دابا هنا غادي نمشي غادي نحسب سي موان دي وخاصني نلقى هي هاد لا كونتيتي علاش حيت ناقص جذر 3 هي بيناها دونك خاصني نحسب سي موان دي وخاصني نلقى هي هاد لا كونتيتي دونك سي موان دي غادي نحسبها بوحدها دونك سي موان دي سي موان دي ايغال دونك غادي رومبلاسي سي رومبلاسي سي سي عندي هي راسين دو تروا بلس اي دونك راسين دو تروا بلس اي موان دي دي لا ميم دونك غتبقى هي هو خصني نشونجي لو سين دونك كيما قلنا الناقص ملي غتدخل على الناقص ملي غادي تدخل هنا على دي غادي نشونجي لو سين دونك كتولي عندي بلوس دو موان دو راسين دو تروا دونك كتولي بلوس دو موان دو راسين دو تروا فوالا اذا هنا غادي نكمل الكالكول دونك كتبقى عندي سي موان تي ايغال اذا جذر 3 ناقص جذر 3 دونك هي ناقص جذر 3 زائد 2 ما كاينش حاجه تحسب دونك زائد 2 زائد اي فوالا وكيبان بان هاد لا كونتيتي سي موان تي هاد لا كونتيتي سي موان تي هي هاد لا كونتيتي اللي ديجا كنا لقينا دونك اللي هي هادي اللي عندي هنا الداخل اذا غادي نرومبلاسيها وغادي نكون وصلنا للريزولتا ديالنا اذا هنا غادي نرومبلاسيها هنا دونك كتولي عندي هنا ا موان تي ايتيغال موان راسين دو تروا وهاد لا كونتيتي كيما قلنا اللي هي سي موان دي اللي لقيناها دونك غادي نرومبلاسيها ديريكتومون فاكتور سي موان دي اذا هادي هي الريزولتا اللي مطلوبه مني دونك هادي هي الريزولتا اللي مطلوبه مني هادشي اللي مطلوب مني هنا
Voilà. هي هذه. إذا نشوفوا الكيستيون دو بي. دونك بالنسبة لا كيستيون دو بي ديدوير كو A سي دي دي بوان أليني. إذا بالنسبة لي بوان أليني يعني سونو لو كور كنا قلنا بأنه إلا لقينا بأن زد أ موان زد بي، إذا وحدة كنفرقوها على الأخرين، زد أ موان زد بي على زد أ موان زد سي. الى حسبنا هذا ولقيناه واحد لقيناه شي حاجه ابارتين الار، دونك تنقولوا بان لي بوين ا بي سي راهم اليني. دونك كيف ما قلنا واحد تنفرقوا على الاخرين، سواء نكتبوا في اليمين سواء نكتبوا في اليسار، يعني بحال بحال. اذا من خلال لا كيسيون بريسيدونت دونك بينا بان ا موان دي ا راهو لا فيكس دي لو بوين ا و دي هو لا فيكس دي لو بوين دي و سي هو لا فيكس دي لو بوين سي. دونك بينا ا موان دي تيغال مورتين دو 3 فاكتور سي موان دي. اذا من هنا نقدر نستنتج يعني غادي نقول بان ا موان دي سور سي موان دي هذا راه تيغال مورتين دو 3 و مورتين دو 3 راه ان نومبر ريال. اذا من هنا من هنا غادي نقولوا بان لي بوين راهم اليني، دونك هادي كتعطيني بان لي بوين ا بي سي، دونك لي بوين عفوا ا سي اي دي سون اليني، دونك سون اليني. دونك هادي هادي دو كور سون اليني. Donc voilà, nous avons la question suivante. Donc, بالنسبة la question 3, nous avons la rotation. Le centre de la longue de la épisode 3. Nous avons un autre nous avons z en fonction, z prime en fonction de z. Nous avons z prime est égal à 1 demi a fois z. Et puisqu'on a une rotation, le centre de la O, donc nous avons la rotation. لو سونتر ديالها هو او و لونغ ديالها هي موان بي سو 3. دونك اذا باش نكتب زد بريم اون فونكسيون دو زد، دونك كنديرو زد بريم موان وهنا كندير ناقص لا فيكس ديال لو سونتر. انا لو سونتر عندي هو او وزد او زد او عندي هي زيرو، زد او هي زيرو. دونك هنا بحال تبقى عندي زد بريم موان زيرو ايغال وهنا كندير اكسبونونسييل اي تيتا، دونك اكسبونونسييل اي و لونغ اللي عندي تيتا هي موان بي سو 3، دونك اكسبونونسييل موان اي بي سو 3. وهنا كندير فاكتور افتح القوس ونفس الشيء زاد ناقص زد او، دونك زد او عندي هي زيرو، دونك ناقص زد زيرو ناقص زد زيرو. اذا هذه هي ليكواسيون. دونك زد او عندي هي زيرو، اذا ما كاينش نكتبها زد بريم ناقص زيرو، وهنا غتبقى عندي زاد ناقص زيرو، دونك هادي غادي تحيد، وبالتالي غتبقى عندي زاد بريم ايتيغال اكسبونسييل موان اي بي سو 3 فوا زاد. فوالا، دونك دابا هادي هي ليكواسيون، دونك هادي كلشي خاص يديرها. افيك دابا هنا خاصني نحسب هاد اكسبونسييل موان اي بي سو 3. حنا كنعرفو اكسبونسييل اي تيتا هي كوسينوس تيتا بلوس اي سينوس تيتا. دونك اكسبونونسييل ناقص اي، دونك لونغل هنا اللي عندي هي موان بي سو 3. اذا هنا غادي نكتب افيك دونك اكسبونونسييل اي بي سو 3 موان اي بي سو 3 اكسبونونسييل موان اي بي سو 3. هادي شنو غادي تكون؟ غتكون هي كوسينوس موان بي سو 3، دونك كوسينوس موان بي سو 3 بلس اي سينوس موان بي سو 3. دابا كوسينوس موان بي سو 3 او نو، دونك حنا كوسينوس موان بي سو 3 كنعرفوه. اذا كوسينوس موان بي سو 3، كوسينوس موان بي سو 3 راه هو كوسينوس بي سو 3. علاش؟ حيت كوسينوس موان اكس هي كوسينوس اكس، وكوسينوس موان بي سو 3 دونك اللي هي ان دومي هي 1 على 2. والسينوس موان بي سو 3 سينوس موان بي سو 3 هذيك الناقص كتخرج، دونك كتولي هي ناقص سينوس بي سو 3. وسينوس بي سينوس بي سو 3 هو راسين دو 3 سير 2، اذا هنا غتبقى عندي ناقص
راسين 3 يصير 2. دونك هنا غادي نعوضها، غادي نعوضها هنا، يعني غادي نعوض هنا كوسينوس مون بي سو 3 ب 1 دومي، وسينوس مون بي سو 3 غادي تعوض ناقص جذر 3 على 2. دونك غتولي عندي زاد كتكتب على هذا الشكل. الوغ دونك زاد بريم ايتيغال، دونك غادي نعوضها. اذا غتبقى ليا نا تبقى لي 1 على 2، دونك 1 على 2 اللي هذا هو كوسينوس ناقص بي سو 3 بلس، او لا عفوا موان، حيت عندي سينوس ديال مون بي سو 3 دونك هو ناقص 3 على 2، ناقص 3 على 2 فوا اي، وهادشي هذا كامل خلاص ملتيبليي بزاد. دونك حنا اللي خاصنا نوصلو ليه، خاصنا نوصلو زد بريم ايتيغال 1 على 2 فوا ا. دونك هاد ان دومي هادي باش نبينها، غادي هنا نفاكتوريزي بواحد على 2، هنا نفاكتوريزي بواحد على 2، دونك تبقى غادي كنصاوب فيها شويه بشويه. دونك نبينو الان دومي بعدا، حيت علاش؟ دونك زد بريم عندي ديجا باينه، ها هي زد بريم. بالنسبه لزد حتى هي عندي باينه، دونك ها هي زد، ها هي زد. دونك نبينو ان دومي، نبين ان دومي، باش نبين ان دومي هاد الواحد على جوج عندي هنا غادي نفاكتوريزي بها، دونك راه نقدر نفاكتوريزي بها، وديك الساعات نشوفو ا واش غادي تبان. اذا زد بريم، زد بريم ايغال غادي نفاكتوريزي بالان دومي، دونك غتبقى عندي هنا ان دومي، ان دومي فاكتور. هنا ملي غنعمل بواحد على جوج دونك غتبقى ليا واحد ناقص جذر 3 فوا اي، وغادي نسد القوس، وهنا زد. دابا غادي نمشيو نشوفو ا شحال هي ا. دونك خرجنا فهاد لا كونتيتي، وكتلاحظوا بان ا، هي هادي، هي واحد ناقص اي جذر 3، وبالتالي غادي نعوضها. اذا هذيك راه هي ا، اذا غادي نعوضها وغادي نكون وصلنا للريزلت ديالنا. اذا غتبقى عندي زد بريم، زد بريم ايتيغال اذا ان دومي، ان دومي، وهنا ملتيبليي في ا فوا زد. اذا هنا احنا وصلنا للريزولتا اللي مطلوب، هذا هو المطلوب. دونك هذا هو المطلوب، هذه هي زد بريم ايتيغال ان دومي ا فوا زد. اذا نشوفوا لا كيسيون سويفونت. دونك بالنسبه لا ديرنيير كيسيون 4، دونك سوا اش ليماج دو بوين بي بار لا روتاسيون ار، دونك بيتي اش عندي هو لا فيكس ديال لو بوين اش، و لو بوين بي لا فيكس ديالو هو بي، تيل كو بي ايتيغال ا موان سي. اذا هنا بالنسبه لا بروميير كيسيون مطلوب مننا اننا نبينو بان بيتي اش ايتيغال اي فوا بي. دونك باش نبين انا هادي، دونك خصني نلقاو اش هي الاولى، وعاد ديك الساعات نحسبو اي فوا بي ونشوفو واش كيتساوى ولا لا. اذا بالنسبه لينا حنا اش قالوا لنا بان اش هو ليماج ديال لو بوين بي، اذا الى حسبت ليماج ديال بوتي بي خاصني نلقاها هي اش. دونك اش هي ليماج ديال لو بوين، ديال لو بوين بي فوالا. اذا غادي نحسبوها، ليكواسيون ديال الروتاسيون عندنا هي هادي اللي لقيناها في لا كيسيون بريسيدونت. إذا غادي نحسبو اش، دونك اش غادي قلنا هي ار دو بي، ار دو بي. دونك راه اش راه هي ليماج، إذا مني اش هي ليماج، اش غادي تعوض في بلاصة زد بريم، و بي غادي تعوض في بلاصة زد، حيت هنا راه زد بريم راه هي ليماج ديال زد. دونك غتولي عندي هنا اش إيكال ان دومي، ان دومي ملتيبليي في ا، وقلنا زاد غادي نعوضوها ب بي، اذا غادي نعوضوها ب بي. دونك هادي هي اش، دونك اش هي ان دومي في ا فوا بي. دونك هنا خصني نكمل الكالكول ونحسبو اش. دونك خصنا نحسبو اش، ومن بعد تحسب اي فوا بي، وخصني نلقاهم كيتساوو.
إذا هنا غادي نعوض A بلا فالور ديالها، دونك هي 1 دومي ملتيبليي و A A عندي هي هادي 1 موان إي راسين دو 3، دونك 1 موان إي راسين دو 3 ست قوس ملتيبليي في B، دونك B عندي هي 2 بلوس 2i، دونك B هي 2 بلوس 2i. اذا انا ما غاديش نديفلوبي انا مباشره، نلاحظوا معايا عندي هنا واحد ان دومي هنا على برا، دونك عندي هنا واحد ان دومي. اذا هنا غادي نفاكتوريزيو بواحد 2 وغادي تسامبليفيا مع هاد ان دومي اللي عندي هنا، دونك هنا غادي نفاكتوريزي ب 2 وغادي نسامبليفيا مع ان دومي اللي عندي على برا، دونك غتبقى عندي اش ايغال، دونك هنا ها هي ان دومي باش ننقص عليا الكالكول. هنا عندي واحد ناقص اي راسين 3 وهنا غادي نفاكتوريزي ب 2، دونك هنا نفاكتوريزي ب 2 غتبقى عندي 2 ملتيبليي 1 بلس اي، دونك هنا غادي نسامبليفي دابا بعد 2 عندي هنا وعندي 1 دومي هنا، دونك غادي نسامبليفي بهم. اذا غادي تسامبليفيها وغادي تحيد مع هادي، وبالتالي شنو غادي يبقى عندي؟ غتبقى عندي اش ايغال، وهنا غادي نديفلوبي دابا، دونك هنا h ايغال، وهنا غنديفلوبي 1 فوا 1 1 فوا اي اكسيتيرا. اذا هنا غادي تبقى عندي غير 1 موان اي رازين دو 3 ملتيبليي في 1 زائد اي، دونك قلنا 2 تسامبليفيات. اذا دابا هنا الكالكول، دونك غادي نديفلوبي، اذا h ايغال، اذا 1 فوا 1 دونك غتبقى عندي هنا 1 1 فوا اي دونك بلوس اي، هنا موان اي راسين دو 3 فوا 1 دونك غتبقى عندي موان اي راسين دو 3 وموان اي راسين دو 3 فوا اي، اذا اي فوا اي يعني او كاري هي موان زان مع هاد الناقص تولي عندي بلوس راسين دو 3. اذا حنا لقينا اش دابا، دونك اش ايغال، دونك انا غتبقى عندي 1 بلوس راسين دو 3 1 بلوس راسين دو 3، وهنا نقدر نفاكتوريزي ب اي، دونك غتبقى عندي هنا اي فاكتور، وهنا غتبقى عندي واحد ناقص راسين دو 3. دونك فوالا هادي هي اش، هادي هي اش. اذا حنا اللي مطلوب منا هو اننا خاصنا نبينو بان اش كتساوي لنا اي فوا بي، دونك دابا هنا غادي نحسب انا ديك اي فوا بي وخاصني نلقى هي اش. اذا غادي نمشي غادي نحسب اي فوا بي، دونك اي فوا بي ايغال، اذا هي اي فاكتور، وبالنسبه لينا حنا بي عندنا هي ا موان سي، اذا اي فوا بي غادي نحسب اي فاكتور، وهنا غادي نعوضو ا اللي هي واحد ناقص اي جذر 3 ناقص سي، دونك ناقص جذر 3 ناقص اي، اذا اي فوا بي ايغال، دونك هنا اي فاكتور. هنا نقدر دابا نديفلوبي دابا ديريكت، دونك اي فوا 1 دونك هنا تبقى لي اي، هنا اي فوا اي هي اي او كاري هي ناقص واحد مع الناقص تولي زائد، دونك زائد راسين دو 3، وهنا ناقص اي جذر 3، وهنا اي فوا اي لي اي او كاري لي موان زان مع الناقص دونك تولي هي بلس 1. اذا هنا نحاولوا نكتبوا على لا فورم الجبريك. اذا هنا تبقى عندي راسين دو 3 بلس 1 اللي هي لا بارتي ريال، راسين دو 3 بلس 1 راسين دو 3 بلس 1، وبالنسبه لا بارتي ايماجينير هنا غادي نفاكتوريزيو ب اي، دونك تبقى عندي هنا بلس اي فاكتور، اذا واحد ناقص جذر 3، بالتالي هذه هي اي فوا بي. فوالا كما كتلاحظوا راه هي اش، دونك اش عندي هي 1 بلس راسين 3، دونك هي 1 بلس اي 1 بلس راسين 3. بالنسبه لابارتي ايماجينير دونك اي فاكتور واحد ناقص راسين 3، هنا واحد ناقص راسين 3، دونك هنا لقيناها هي اش، اذا اي فوا بي لقيناها هي اش. اذا حسبنا اش بدناها بوحده، ومن بعد حسبنا اي فوا بي،
دونك هادشي اللي مطلوب مني هو اللي لقينا. اذا h ايتيغال اي فوا بي. اذا نشوفوا لا ديرنيير كاستيون. مونتري كو لو تريونغل او اش بي ايت ان تريونغل ريكتانغل ايزوسير اون او. دونك هادي ساهله. دونك حنا كنعرفوا سولون لو كور باش يكون عندي بار اكزومبل ا بي سي تريونغل ريكتانغل ايزوسير. دونك ريكتانغل ايزوسيل ايزوسيل. دونك خصني نحسب وحده. دونك غادي نفرق وحده على الاخرين. دونك زد ا موان زد بي على زد ا موان زد سي. وهذه خصني نلقاها هي اي اولا موان اي. دونك خصني نلقاها اما اي يعني بلوز او موان اي يعني اكسبونونسييل بلوز او موان اي بي سو 3. دونك وحده في هاد جوج اي بي سو 2 عفوا اي بي سو 2. Donc, hit i est exponentiel i pi sur 2, ou moins i est exponentiel moins i pi sur 2. Donc, ça ne va pas être le cas. Ou tu comptes triangle rectangle isocèle, avec le ras, avec le sommet, le quitte out. Avec le sommet, le quitte out. Alors, ben, là, tu vois, maintenant, on a bien oublié un triangle isocèle, le sommet O, et le sommet O. Et donc, on a bien oublié un ZP, naqué ZH. Donc, ou là, on a bien oublié un إذن إما غادي ندير زد بي يعني بوتي بي زد بي بوتي بي موان أو ليا زارو ليا زارو ناقص زد أو ناقص زد أو زد أو راهي زارو على أش ناقص زد أو. هادي خصني نلقاها كتساوي لنا إما إي إما إي بليز أو موان إما إي أولا موان إي. تفهمنا إما إي أولا موان إي أو للعكس يعني تبدا من الفوق. المهم وحدة وحدة كتفرق على الأخرين ناقص زد او. هادي حتى هي خصكم كتساوي لنا بليز او موان بليز او موان. دونك وحده فيهم ماشي مشكل واخا تقلبهم ماشي مشكل. غير المهم واحد كيتفرق على الاخرين وحاول تكتبهم يعني في ميم كوتي اما زد او فهاد الجهه او لا زد او فهاد الجهه. دونك بالنسبه لينا حنا بينا بان اش اش كتساوي لنا اي فوا بي. اذا من هنا راه نقولوا بان اش على بي ايتيغال ايتيغال اي. وهذه راه تقدر تكتبها على هذا الشكل. دونك بيسكو دابا حنا بغينا نبينو راه تريونغل ريكتانغل ايزوسيل ريكتانغل ايزوسيل او. دونك انت راه هنا راه بحال عندك اش موان زد او ليا زارو على بي موان زد او ليا زارو لقيتها كتساوي لنا اي. اذا راه تريونغل ريكتانغل ايزوسيل. دونك هذه غير كاكسبليكاسيون. إذن h موان o على p موان o. دونك بالنسبة ل i راه هي اكسبونونسييل اي بي سير 2. إذن من لهنا غادي نخرجو بجوج ديال الحوايج. شنو هما؟ إذن الموديول ديال i راه هو 1 عندي أنا هنا راه هو 1. إذن هنا فالموديول ديال h موان o على p موان o راه ايتيغال ا 1. ولارغيمون لارغيمون ديال h موان او على p موان او il congrue p sur 2 modulo modulo de p. دونك الى كملتي هنا فهذه غتعطيك بان ديستانس او h كتساوي ديستانس او p. ايت الموديول تفرقوا على الفوق يعني الموديول بحال هذا الشكل يبقى لك هو الموديول ديال h موان او على الموديول ديال P moins O est égal à 1. Donc là, le module de H moins O qui s'est le module de P moins O. Il y a une distance OH, il y a une distance OP. Il y a une OH, distance OH, qui s'est une distance OP. Vous avez une condition, vous avez une condition, il y a la mesure de OP. L'angle OPOH, l'angle OPOH, c'est-à-dire que tu vas faire pi sur 2, modulo de pi. Idem de bien, par exemple, là, il y a O1D, non? Idem OPOH, donc P, ça se connaît bien. Parce que le temps que tu vas faire le cas, il y a une fluorescence positive, il y a une pi sur 2, tu vas mettre un H, non? دونك هادي هي او بي هذا هو لو فيكتور او بي او اش
دونك كيدور بحال هكا، دونك هادي هي لونجل دروا. وبهاد لا كونديسيون هادي يعني راك بينيتي بان او اش راه كتساوي او بي، اذا فهاد التريونجل هذا راه تريونجل ريكتانجل ايزوسيل. دونك هادشي باش قلنا حنا اون فوا غادي تلقى اش موان او على بي موان او كتساوي لنا بلوز او موان اي، دونك راه هادي كيعطيك تريونجل ريكتانجل ايزوسيل في لو سومي، في لو سومي او مباشرة. هادي سيرون لو كور. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا في هاد لا فيديو هادي. دونك شفنا اليوم اكزرسيس دي نومبر كومبلكس ديال اكزامان 2019 سيسيون نورمال. دونك ما تنساوش تسيبورتيو لا شين باللايك ديالكم، الا كانت شي حاجه خليوها لنا في لي كومونتير. كان معكم الاستاذ رضا يقطان، السلام عليكم ورحمه الله